معايا عبر الهاتف الآن واحد من الأسماء المحترمة دائما وأبدا، اسم عزيز عليا بشكل شخصي وعلى المستوى المهني، اسم كبير في التدريب في مصر، الكابتن الكبير كابتن حمد إبراهيم المدرب العام بالإسماعيلي. يا كابتن حمد منور الدنيا، سعيد جدا بتواجدك معايا. حبيبي يا كريم، انا اللي مبسوط جدا، وحشني جدا، وبقالي كتير ما سمعت صوتك. حبيبي يا كريم الله يا حبيبي، وحشني دايما ودايما متالق ودايما منور الدنيا. ربنا يديك الصحه ويبارك فيك يا كريم. مهمه صعبه جديده في النادي الاسماعيلي، ويبدو انك مع الكابتن ايهاب جلال بقيتوا تهوا المهمات الصعبه دي، مهمه ربما تكون من اصعب المهمات في مسيرتكم التدريبيه الناجحه جدا، في ظروف صعبه جدا بتتعاملوا مع الاسماعيلي، بتستلموا الاسماعيلي، ازاي فكرتوا في هذا الامر وازاي هتتعاملوا مع الوضع الحالي؟ حبيبي يا كريم، الاول طبعا يعني بشكر ربنا طبعا انك انت لما بترجع بيتك تبقى ده محتاج شكر ربنا يا كريم. النادي الاسماعيلي احنا اتربينا فيه، فده من الخطوات اللي احنا يعني لازم نرد فيها الجميل للنادي الاسماعيلي في اي وقت طبعا يطلبنا. كان المره دي طبعا حاجه خاصه، كابتن علي ابو جريشه رئيس اللجنه الفنيه مع اللجنه اللي بتدير النادي هنا، وكابتن عماد سليمان وكابتن صبري المناوي، فكان ليهم اختيار عند الكابتن ايهاب، لان يعني في زي ما بنقول بنى جديد، فانت محتاج حد يبقى عنده شخصيه يقدر يعمل الكلام دوت. وطبعا كابتن ايهاب ما ترددش لحظه واحده ووافق بدون اي شروط وبدون اي حاجه. مهمة صعبة يا كريم طبعا، بالظروف المحيطة بالنادي الإسماعيلي بقاله 3 أو 4 سنين، الظروف المحيطة فيه ظروف صعبة جدا، والناس كلها عارفة الكلام ده، لكن أنا بقول إن إحنا يعني من أول يوم إحنا جينا فيه وإحنا بنتكلم إن إحنا ما فيش يعني مش عايزين نتكلم في أي حاجة فيها سلبيات، عايزين دايما نحس إن إحنا في حاجة فيها إيجابية أنت عايز تعملها، وتدي دوافع للعيبة اللي موجودة، مجموعة اللعيبة اللي هي موجودة من السنة اللي فاتت ومجموعه الولاد الصغيرين اللي معاهم، ان شاء الله نقدر نعمل دمج كويس بينهم يا كريم وتطلع منهم حاجه كويسه. طيب. ونحاول نخرج بالنادي الاسماعيلي من النفق المظلم اللي بقى لنا 4 5 سنين. حلو كابتن حمد، انا فرصه دلوقتي وانت تتحدث بايجابيه، واخيرا حد يحدثني بايجابيه من النادي الاسماعيلي اخيرا، عشان بيصعب عليا جمهور النادي الاسماعيلي دايما بيسمعوا كلام سلبي. ان شاء الله باذن الله يا كريم. انا بقول كلنا ثقه في ربنا الاول طبعا، وطبعا في ثقه الناس فينا واللعيبه الموجوده. عندنا مجموعه لعيبه كويسه قوي يا كريم. لكن انا بقول لك هي محتاجين طبعا. طيب. شغل كتير جدا كابتن حمد. في 3 أو 4 مشاكل هقول لك كم مشكله منهم وقول لي ازاي بداتوا تحلوها، او لما قعدتوا اتقالوا ازاي ان هم هيتحلوا. اول حاجه، انت عندك عدد كبير من اللاعبين هيمشوا او مشوا، يعني في منهم مشي، يعني عندك مستحقات لاعبين متاخره، عندك صفقات جديده المفروض تعملها وفي ايقاف قيد، ازاي تتعامل مع هذه المشاكل، او ازاي خدتوا خطوات في التعامل مع هذه المشاكل، عشان انت اكيد عايز تشتغل في اجواء سليمه. بص يا كريم، هو في الاول وفي الاخر طبعا اللعيبه اللي مشيت من النادي دي عقودها انتهت اوريدي، مع عندنا بس عبد الرحمن وباهر، ودول باهر عنده ده كابتن فرقه ومن الناس المحترمه جدا واللي بتخاف على النادي الاسماعيلي، لكن هو حاطط شرط جزائي قبل ما احنا نيجي في العقد بتاعه. لو حط الشرط الجزائي خلاص انت ما تقدرش تقول حاجه يعني في الكلام دوت. لكن هو بيحاسب على الحته دي كويس قوي، لان هو باهر يعني ابن اسماعيليه ومحسوب على النادي الاسماعيلي، فبيحاول على قد ما يقدر. قعدتوا معاه يا كابتن حمد الكلام ده لانه خوفه على الجماهير. قعدتوا معاه واتكلمتوا معاه؟ والله طبعا يعني انا لسه يعني لسه احنا ماسكين امبارح ولسه ما حصلش قاعده بينا، لكن اكيد طبعا الكابتن علي والكابتن عماد قعدوا معاه واتكلموا معاه. وانا زي ما بقول لك هي ظروف محيطه بالفرقه، انت جاي لكم مشاكل كبير قوي يا كريم في اخطاء من بقالنا 3 أو 4 سنين، في تعاقدات كبيره جدا مع لعيبه بارقام كبيره جدا، مستحيل النادي الاسماعيلي يقدر ينفذ الكلام دوت، يعني مستحيل الارقام اللي محطوطه للعيبه ديت النادي الاسماعيلي يقدر يوفي بيها، لانها ارقام مبالغ فيها جدا. صحيح. فاحنا بنقول يعني بنحاول ان احنا ان شاء الله نظبط الدنيا، ان انت كريم الميزانيه اللي موجوده او اللي انت بيحاول يعملها اللجنه الموجوده بتدير النادي مع الكابتن علي والكابتن عماد سليمان، ان هم بس يوفوا بحقوق اللعيبه اللي موجوده جوه السيزون دوت. المشاكل الثانيه اللي بره مشاكل صعبه، دي محتاجه تدخلات، يعني ان شاء الله يجي مجلس اداره اللي هو المنتخب ان شاء الله يوم 19، فانت نامل ان في ناس تيجي ان شاء الله تقدر نحل الكلام دوت ونقدر نظبط الكلام دوت يا كريم، لانها الموضوع غصب عنك انت، القيد عندك موقوف 3 فترات،
فانت اوريدي لازم تشتغل بالناس اللي موجوده اللي هي المقيدين اللي موجودين في القائمه عندك مع الاولاد الصغيرين. يا رب ان شاء الله نقدر نحل الكلام ده يا كريم بالتزام فني جوه الملعب مع الاولاد الصغيرين اللي هتشتغل. وانا مش عايز اقعد اقول اولاد صغيرين ولا صغيرين، لان الولد اللي هيحط رجله جوه الملعب يا كريم ما بقاش ولد صغير، بقى لعيب في الفريق بس لازم يشتغل ويجتهد، ولازم في هيبقى فتره هتبص على كل الناس اللي موجوده وان شاء الله باذن الله يبقى في حاجه مختلفه نطمع فيها ان شاء الله. لكن طبعا ثقتنا في ربنا ان شاء الله وفي جمهور اسماعيليه اللي هو بيقف دايما ورا النادي بتاعه ان هو يطمن الفرقه ويطمن اللعيبه، لان هيظل ان عندك جوه السيزون الثلاث نتائج موجودين جوه كل مباراه، اذا كنت بتكسب او بتتعادل او بيحصل اي انكسار، فانت ازاي الحاجات دي انت تقف ورا الفرقه وازاي ان شاء الله. وانا عارف ان جمهور اسماعيليه محب جدا للنادي والجمهور هو الوحيد اللي بيتاثر بالكلام ده، فنتمنى من ربنا ان هو يقف ورا الفرقه ويبقى داعم ليها بشكل اساسي. صحيح. كابتن الكبير كابتن حمد ابراهيم المدرب العام بالنادي الاسماعيلي، بشكرك شكرا جزيلا واتمنى لك كل التوفيق مع جهاز فني بقياده الكابتن ايهاب جلال، جهاز فني اكيد محترم وله نجاحاته وله بصماته في كل فريق. الاسماعيلي وضع صعب بقاله 3 4 مواسم، محتاج تكاتف الجميع حرفيا، اداره تيجي تشتغل بشكل كويس، الناس اللي بره الناس اللي اسماعلويه اللي بره يساندوا ويدعموا، جهاز فني يشتغل في هدوء، يبقى في صفقات جيده، اللاعبين اللي ما كانوش مهمين او ما اضافوش للفريق يمشوا، دي امور تخلي الاسماعيلي يشم نفسه.